أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. يوم غد بإذن الله يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، أجواء ربيعية في عموم المناطق مناسبة للخروج وممارسة النشاطات الخارجية بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، يسود طقس مستقر لكن غائم بغيوم عالية بدون فعالية. درجات الحرارة الليلية سترتفع مقارنة بالليالي السابقة 10 درجات مئوية الملموسة، 9 الرطوبة حوالي 75%، والرياح تكون شرقية لجنوبية شرقية خفيفة لمعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، إربد 20 إلى 11، عجلون 18 إلى 11، جرش 19 إلى 12، والمفرق 18 إلى 9 درجات مئوية مع تراجع واضح في سرعة الرياح الشرقية. المنطقة الوسطى زرقاء 20 إلى 9، عمان 18 إلى 9، البلقاء 18 إلى 12، مأدبة 19 إلى 8، والبحر الميت 25 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 19 إلى 10، طفيلة 19 إلى 12، الشوبك 16 إلى 10، معان 20 إلى 9، والعقبة 26 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 7، الصفاوي 19 إلى 6، ورويشد 20 إلى 7 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.